السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم طلاب الصف الخامس الابتدائي. إن شاء الله هنحل مع بعض على الدرس الثاني الوحدة الأولى. معنا practice on lesson 2 on unit 1. طبعا practice ده تدريب. choose the correct answer from A, B, C or D. أول حاجة bread isn't on my shopping. قلنا الخبز مش في shopping. إيه market سوق. باج حقيبة. ليست قائمة مشتريات. كمبيوتر كمبيوتر. طبعا هنا يبقى bread isn't on my shopping list. cookies and chocolate البسكوت والشوكولاتة دول are unhealthy food طعم غير صحي ولا good food طعم جيد ولا healthy food ولا fine. طبعا الشوكولاتة والcookies are unhealthy food. سارة الأمورة سارة بيندهوا عليها. سارة can you help me سارة. طبعا ايه العرف ان هي اسلوب نداء موجود الكومة الى السطر. يبقى سارة can you help me not the bags please ان هما يتفرغ الحقائب او تعب الحقائب. انا عندي unpack يا اما pack او unpack the bags please. we buy fruits نحن نشتري الفاكهة and vegetables والخضروات at the bakery الخباز او قصدي المخبز ولا ماركت السوق سكول مدرسة لايبرري المكتبة. طبعا من السوق يبقى at the market. اللي بعده أم علي ديت is a طبعا مش اسم إنسان أو اسم واحدة. أم علي ديت هي تحلية لانش غذاء ديزيرت تحلية ولا دينر وجبة عشاء ولا بريكفاست وجبة إفطار. طبعا أم علي ده تحلية ديزيرت. خلي بالك ديت ماهيش ديزرت صحراء دي ديزرت بدبل اس. طالما دبل اس يبقى ديت الايه الصحراء التحليه. اما لو اس واحده يبقى صحراء. السؤال اللي بعده read and complete the text with the words in the box. بوكس فيه هوم منزل شوبينج التسوق سم بعض سوري يعتذر باي اشتري. علي اند هاني جو شوبينج علي وهاني راحوا بيسوقهم with their mom every day او بيسوقهم كل يوم مع مامتهم. last week الاسبوع الماضي mom الام had pineapples كان معها اناناس mangoes مانجا grapes عنب and tomatoes وطماطم on her not list. طبعا في قائمة المشتريات يبقى هنا shopping list يبقى هنا number one ونكتب هنا shopping عشان تبقى shopping list shopping on her shopping list. she needed to not bread عايزة تعمل ايه تشتري بريد يبقى buy على to ونكتب هنا to buy لتشتري بريد to ايضا. can I have مين اللي بقول لها بقى هاني بقول لها can I have not oranges عايز بعض البرتقال يبقى هنا some. Can I have some oranges mom? هاني asked يعني هاني بيطلب منها الأم قالت له no قالت له no sorry أنا آسفة you can't ما أعرفش نجيب برتقال it's not on our list مش موجودة معانا في قائمة المشتريات. They bought what they needed طبعا اشترى اللي هم عايزينه and went out early وذهبوا للبيت مبكرا يبقى هنا نمبر 4 هوم نكتبها في نمبر 4. السؤال اللي بعده طبعا سؤال ترتيب put the words in the correct order to make sentences هنبدا بدو يبقى دو بعدها الفاعل do you have do you have any mango trees mango trees question mark في الاخر do you have any mango trees. السؤال الثاني هنبدا ب what يبقى what what would you like to have what طبعا ده عرض what would you like to have ماذا تحب أن تتناول.
هنا طبعا هيبدأ بود، يبقى would you like، would you like، هل تحب، would you like some، would you like some mango، would some mango juice، would capital letter، would you like some mango juice، عصير المانجو، question mark. هنا نقول summer، سمورة، didn't have، لا تمتلك، didn't have any fruits، any fruits، سمر لا تمتلك اي فاكهه. السؤال اللي بعده، سؤال تصويب الخطا، read and write the correct form، اقرا واكتب الصيغه الصحيحه للكلمات اللي باينه between brackets بين الاقواس. هنا would you like، هنحل ونفهمكم ليه حلينا كده. would you like، هنا كاتب لي any، طبعا دي ما هيش سؤال، ده على فكره عرض بيعرض عليه هل تحب بعض عصير البرتقال، يبقى would you like some، يبقى هنا some orange juice، عشان طبعا ديت عرض، يبقى نمبر 1 ديت عرض. هنا is there any books، قال لك yes there are، الاجابه فيها ار، يبقى السؤال بار، دي حاجه. الحاجه الثانيه بوكس جامع، يبقى ما ينفعش از، يبقى ار. we don't have ديت نفي، جملة منفية، وسؤال والنفي بنحط اني مع العرض والطلب، دي ماهيش عرض وطلب، ديت جملة منفية، يبقى احط اني. ار زير ده سؤال عادي خالص، ما احط الصم، ما احط ايه، احط اني. بيقول لي دو يو لايك سام فيش، نو ثانكس، ما ينفعش دو، امال ايه، لما بعرض عليك بقول لك ايه، بقول لك وود يو لايك، وود would you like، يبقى would you like some fish. how about، قلنا how about، what about، الفعل في ing، يبقى نكتب go ونحط بعدها ing. سؤال اللي بعده، is there not some potatoes، بطاطس مفرد ولا جامع، جامع، طالما جامع حط r، يبقى there are some potatoes. there not any cheese at home، لا يوجد اي جبن في المنزل، يبقى there ايه، زير تشيز، طبعا كلمة لا تعد، تعمل معاملة المفرد، يبقى isn't، يبقى there isn't any cheese at home. هنا هو ماتش، طبعا ما تنفعش اسمها هاو ماتش، بالسعر بسأل بهاو ماتش، يبقى هاو ماتش are the mangoes. can I have not apples، ده طبعا ماهوش سؤال، ده ايه، ده طلب، والطلب بياخد سم، يبقى كان اي هاف سم ابلز، هي سم صح وليست خاطئه، ده يعتبر سؤال هو غلطان فيه، المفروض يكتب هنا ايه عشان اصححها تبقى سم، ولكن سم صح، لان هنا بيطلب، سؤال والنفي نحط ايه مع ده العرض والطلب، كان اي هاف، كان اي هاف ده طلب، يبقى ايه، يبقى سم. السؤال اللي بعده، السؤال اللي معانا الخامس، بانكت ويت ذا فولوينج، اعد كتابه هذه الجمله بعد الترقيم. طبعا وات هي اصلا معموله دبليو كابيتال، بكتبها زي ما هي، وود يو لايك زي ما هي، عندنا اميره اسم انسان، بنوته جميله، يبقى حرف اي كابيتال لتر، اميره، وطبعا ده سؤال، يبقى نحط كويشن مارك، يبقى عندي كويشن مارك وحرف اي كابيتال لتر. eating a lot of fruits is healthy، طبعا eating اي كابيتال لتر، eating في اخر الجمله فول ستوب، يبقى طبعا اي كابيتال وجو فول ستوب. السؤال السادس، write a text of about، يعني زي باراجراف كده، سيرتي
words using the following guiding elements اللي هو healthy food الطعام الصحي. هنجاوب على الأسئلة ديت. Why is healthy food important للطعام الصحي مهم. What healthy food can we eat ايه هو الطعام الصحي اللي ممكن نأكله. What is your food diary food diary اللي هي الدياري اليومية بتاعت الطعام بتاعتك. هنكتب عنها نشوف الباراجراف مع بعض. طبعا احنا الباراجراف او الباراجراف هنكتب عن الاسئلة اللي هو قالها لنا. طبعا بنتكلم عن healthy food الطعام الصحي. اول جملة بس قلت بسيب نص سنتي قبل السطر الاولاني وابدأ بعدها ابدأ بحرف capital letter. It's very important. It's very important to have healthy food. طبعا من المهم جدا ان انا اتناول الطعام الصحي. Healthy food helps our bodies grow. الطعام الصحي بيساعد اجسادنا ان هي تنمو. يبقى دي السبب اللي احنا بنتناول فيه الطعام الصحي. Healthy food helps our bodies grow. We can eat. هو طبعا بيقول لي ايه الطعام الصحي اللي ممكن تتناولها. قلت له we can eat vegetables. ناكل خضروات. فروت فاكهة chicken دجاج and fish. ليه؟ لأن طبعا they are healthy لأنهم طعام صحي. بفطر ايه وعايز يديني بقى بتاعي اقول له I eat cheese باكل الجبن and bread for breakfast. على الفطار باخد الجبنة والخبز على الافطار. بعد كده I eat rice اكل الارز and chicken والدجاج for lunch. يبقى باكل ارز ودجاج على الغداء. طب والعشاء I eat yogurt at dinner الزبادي. I like healthy food. نقراها كمان مره نقراها كمان مره. Healthy food. It's very important to have healthy food. Healthy food helps our bodies grow. We can eat vegetables, fruit, chicken and fish. They are healthy. I eat cheese and bread for breakfast. I eat rice and chicken for lunch. I eat yogurt and dinner. I like healthy food. بكده نكون خلصنا اختبار الوحدة الدرس الثاني في الوحدة الأولى. الفيديو القادم نبدأ إن شاء الله الدرس الثالث في الوحدة الأولى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.